الظاهر أما حدث أو خبث، والحدث أكبر أصغر، والخبث النجاسة تزال عن ثلاثة أشياء: بدن وثوب وبقع مكان. وقلنا الطهارة بالماء هذا الأصل، أو بالتراب وهو الفرع. طيب، إزالة، ما هي أولا الأشياء النجسة؟ الأشياء النجسة، من قلنا لابد من اجتناب النجاسات، صح؟ وطهارة خبث يعني نجاسة. ما هي الأشياء النجسة؟ لأنه قد تظن شيء نجسا وهو ليس بنجس. الأول بول أكرمكم الله الآدمي وعذرته، يعني البول الغائط، تمام؟ الآدمي وعذرته، البول غائط، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه. إيش اللي لا يؤكل لحمه؟ السباع كلها نجسة، صحيح؟ وأكرمكم الله الحمار، حمار الأهلي، صح؟ كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، تمام؟ والميتات كلها نجسة، كل أي ميتة ترى نجسة إلا ميتة الآدم، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، والحوت والجراد، تمام. والدم سنمشي على ما يذكر المؤلف الآن، يقول الدم إلا الدم المسفوح ودم الحيض ودم النفاس، إلا الدم المتبقي في العروق والكبد والطحال، صح؟ تمام. وما لا نفس له سائلة. إيش ما لا نفس له سائلة؟ يعني يقول الآن إذا تذبح شيء لا يسيل الدم، النفس الدم، ما لا نفس يعني ما لا دم تسيل منه إذا ذبح، مثل بعوضة الجراد الآن. والدليل ماذا؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الذباب إذا وقع في الإناء تغمس، تمام. هذا دليل على ما لا نفس له سائلة. والإبل مثلا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرنين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، هذا دليل على الطهارة. طيب، إذن هذه الأشياء النجسة، إزالة النجاسة كيف تكون؟ إزالة النجاسة، يقول إزالة النجاسة، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، على ثلاثة أضرب: إزالة مغلظة ومخففة ومتوسطة، هكذا رتبوا. مغلظة المفروض يقول متوسطة، وبعد هذا يقول مخففة، قال لا، مغلظة مخففة متوسطة. لماذا؟ لأنه لابد يأخذ الأقل أول، الباقي يبقى. انتبه معي، الأول مغلظة نجاسة تكرمكم الله الكلب إذا ولغ في الإناء، لابد أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، تمام، هذه النجاسة مغلظة يعني فيها مشقة قليلة، بعدها نجاسة مخففة. المخففة، النجاسة المخففة يجزئ فيها النضح. ما هو النضح؟ قال رش ماء فقط بدون عصر. طيب، الرش مع العصر يسمى غسل هذا للنجاسة المتوسطة. إذن المغلظة 7 مرات لهن بالتراب، والمخففة نضح رش ماء بلا عصر، والمتوسطة باقي النجاسات لابد فيها من الغسل رش مع عصر، تمام. أخذنا المغلظة، يبقى معنا المخففة، وما عدا المغلظة المخففة متوسطة. المخففة يقول بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، الغلام الذكر الذي غالب طعامه حليب الأم، فهذا إذا بال أكرمكم الله على ثوبك ماذا تصنع؟ ترش الماء رش نضح فقط. والمذي سائل لزج ليس له لون، يخرج عند التفكير والتقبيل، نجس نجس، ناقض الوضوء ناقض للوضوء. تغسل الذكر والخصيتين حتى ينقطع الخارج، إذا وقع على الثوب خارج المسجد الآن مثلا نزل شيء من المذي على ثوبك، إيش تصنع؟ تأخذ الثوب هكذا
المكان نزل فيه، ترش الماء وانتهى الأمر. يعني لا تحتاج ترجع للبيت وتغير ملابس. الأول بول الغلام الذي يأكل الطعام، والثاني المذي، الثالث المني طاهر، لكن إذا كان رطب ينضح، وإذا كان جف يحد أو يحف. تمام؟ طيب، ما عدا المغلظة المخففة متوسطة، البول أكرمكم الله الغائط كذا، تمام، الدم دم الحيض دم النفاس، ماذا يصنع فيه؟ يعني أكرمك الله، الآن دخل الشيخ إلى دورة المياه وجاءت نقطة من بول مثلا في ثوبه، إيش يصنع؟ يأخذ الثوب ويرش على الماء ويعصر، ولا يضر بقاء اللون أو الريح. مفهوم الشيخ؟ نعم. طيب، أخذ الثوب وضعه في الغسالة، الحمد لله انتهى الأمر. هل يجزئ؟ يقول المطهرات الحديثة الآن مكان التراب، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لا، لأنه كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد أشياء يطهر بها الثياب، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب، يستعمل التراب، شاء أن يستعمل أشياء أخرى بعد هذا لا إشكال في هذا، لكن لابد من استعمال التراب. حتى الأطباء قالوا أن في أكرمكم الله الكلب دودة كذا لا تزال إلا بالتراب. نعم.